صراع على الثروة والنفوذ تعيشه الميليشيات في العراق، يظهر بعضه إلى العلن بين الحين والآخر ليكشف جانبا من حقيقة هذه الميليشيات وطبيعة الدور المناط بها في ظل الفوضى وانفلات السلاح الذي يعانيه العراق. آخر هذه الصراعات ما وقع بين عناصر ميليشيا العباس إحدى فرق حشد العتبات، حيث أعلنت الميليشيا عن وقوع ما سمتها ملابسات فوضوية ولا قانونية بدفع من جهات خارج الفرقة دون ذكر أسمائها، وذلك بعد أن أعلن عدد من عناصر الفرقة عزمهم الانشقاق بسبب شكاوى ضد الفرقة تتعلق بالمستحقات المالية. وقالت ميليشيا العباس إن بعض الأشخاص يحاولون التحريض على الفوضى ملوحة باتخاذ ما أسمتها بالإجراءات القانونية والعسكرية، فيما ذكر مصدر أمني أن الميليشيا ألقت القبض على مجموعة كانت تنوي التمرد داخل مقر الفرقة. القصة بدأت مع اتهامات ضابط استخبارات الفرقة ويدعى أبو علي الأشتر، والذي ظهر في مقطع فيديو وطالب بتغيير قائد الفرقة ميثم الزيدي بسبب تهم فساد. بإنزال الشيخ ميثم الزيدي عن قيادة فرقة العباس لكثرة الشكاوي من قبل المجاهدين وسرقة أموال. وكانت العديد من الاتهامات قد وجهت في السابق إلى ميثم الزيدي بالسرقة والابتزاز، فضلا عن عمليات تهديد واغتيال وغسيل أموال وجرائم أخرى بالتعاون مع ممثل مرجعية النجف أحمد الصافي. وتقول مصادر مطلعة إن الزيدي مسؤول أيضا عن عمليات تجار غير مشروع بالذهب والمخدرات والأسلحة تدخل إلى مطاري بغداد والنجف بعنوان تبرعات إلى العتبة ويمنع فتحها وتفتيشها. ويضم حشد العتبات مجموعة من الفصائل التي انشقت عن ميليشيا الحشد منذ عام تقريبا، قبل أن يظهر التصدع داخل هذه الميليشيا أيضا، وهو أمر يعزوه مراقبون لطبيعة التنافس المصلحي والاستقواء بالسلاح الذي يمارسه زعماء وعناصر ميليشيا الحشد، مستغلين حالة الفراغ القانوني والمؤسسي الذي يعيشه العراق.